جزء لا يتجزأ من جمالية اللوحات الطبيعية بجيجل التي امتزجت بين علو الجبال وخضرة حزام غابي تتوسطها زرقة مياه سد جيملا الذي يعد الوجهة المفضلة للباحثين عن الراحة والهدوء وهواة الصيد على ضفافه. هذه المنطقة يعني تعد سياحية بدرجة الأولى نظرا لوجود سد تبلوط الذي أنجز يعني مؤخرا، وهو سد يعني ذات يعني عنده غروند كاباسيتي ونو، وكذلك يستعمل للسياحة بحيث أنه يعني تكون هناك لابيش أكواتيك يعني مستقبلا رايحين نديروا فيه يعني نشاطات نتاع لابيش أكواتيك. سنة 1951 وانتهت الأشغال به سنة 1961، قامت به أكبر مؤسسة في العالم لإنشاء هذا السد، والتي أنشئ في يعني في ظروف من أحسن السدود عالميا. سعة السد تحتوي على 200 مليون متر مكعب، غمق السد 75 متر، طول السور 534 متر. يستغل سد إراقن لتوليد الطاقة الكهربائية على مستوى بلدية إراقن وكذلك على مستوى دائرة زيامة منصورية. هذا السد الجميل الذي له خصوصيات تميزه عن باقي السدود كونه يتواجد على شكل أرخبيل ينتمي بين سلسلة جبال بابور، وهذا ما جعل من مواطني المنطقة يطلقون عليه تسمية سد الأخطبوط. يتوفر هذا السد على مجموعة من الأسماك، سمك الشبوط بأنواعه حوالي 4 أنواع أو 5 أنواع. تحيط بضفاف السد غابة كبيرة تتوفر على عدة أنواع من النباتات والأشجار، في مقدمتها شجر الزان، البلوط الفليني، أشجار البلوط، وبعض الأحراش يعني المتنوعة. كما يعرف هذا السد يعني بمجيء الطيور المهاجرة إلى هذا السد.